يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من طبعات اليوم. نقدم لكم ابرز واهم ما جاء في الصحافه المحليه العربيه والعالميه. ارحب بزميلي عمار، يسعد صباحك. صباح الخير يا نهيد، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وطبعات اليوم. بداية مشاهدينا الكرام نبدأ من صحيفة الصباح. الكاظمي: سوء الإدارة والفساد أوصلا الكهرباء لهذا الوضع. كما منح الأجهزة الأمنية 72 ساعة للوقوف على أسباب الأحداث التي حصلت أمس الأول. أيضا الصحة ترجح العودة للحظر الجزئي بعد العيد، كما أوصت بالإبقاء على نسب الدوام الحالية. وزير الاتصالات للصباح: خطة لمراقبة بغداد أمنيا عبر مليون كاميرا، مؤكدا إطلاق مشروع الاقتصاد الرقمي. أيضا وزير العمل للصباح: شمول 12 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان. في عنوان آخر: صندوق الإسكان منح 128 مليار دينار مفروض للنصف الأول من عام 2020. أما العنوان الأخير: التعليم النيابية خطة لتقييم الجامعات الحكومية. مشاهدينا، وصلنا إلى صحيفة الزهراء وأبرز ما فيها لهذا اليوم. نطلع فيها من أولى صفحاتها: الطاقة النيابية تكشف لصحيفة الزهراء تفاصيل مفاوضات العراق مع هيئة الربط الخليجية ولتزويده بالكهرباء، وأرجعت أسباب تراجع ساعات التجهيز إلى ارتفاع الحرارة، وأوعز بتسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز أزمة الكهرباء. تحالف الفتح: حل وسط لاتفاق رؤساء الكتل السياسية لحسم توزيع الدوائر الانتخابية. وفيها: بعد تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة، الإصابة بكورونا في العراق تتخطى 112 ألف، ونسبة الشفاء تبلغ 68.5%. مشاهدينا الكرام نذهب إلى صحيفة الزمان، وفيها من العناوين: الكاظم يوجه بفتح تحقيق فوري ودقيق بأحداث ساحة التحرير. أيضا في عنوان آخر: البرزاني: دعم برنامج الحكومة كفيل بإنهاء قلق المواطن. وعنوان آخر: جهاز المخابرات يحبط عملية تهريب مواد كيميائية خطيرة داخل أم قصر. أيضا تسجيل 1927 حالة شفاء وسط ارتفاع مستمر لإصابات كورونا. أما الخبر الأخير: الأنواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. لتسليط الضوء على أهم وأبرز الأحداث التي يشهدها العراق، لدينا اتصال هاتفي مع دكتور علي الفواز، رئيس تحرير صحيفة الصباح. صباح الخير دكتور. دكتور علي صباح الخير. اهلا، صباح الخير. حياك الله في طبعة اليوم. اهلا بك، شكرا جزيلا للاستضافة، شكرا لكم. بداية، اكد رئيس الوزراء ان سوء الادارة والفساد اوصلا ملف الخدمات لهذا الوضع. برأيك هل سيتمكن الكاظمي من معالجة الازمة التي لم تعالج خلال سنوات في ظل الحكومة السابقة؟ يعني اعتقد تشخيص الازمة، نعم، ازمة الكهرباء هي أول الخطوات الحقيقية والواقعية لمعالجتها. لأنه البعض يعني يفسر على أن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية أو جزء من الأزمة السياسية، وأن الكهرباء هناك جهات داخلية وخارجية تسعى إلى تعطيل إنجاز مشروع الكهرباء الوطني. رغم أن يعني الظروف الحقيقية يعني من 2003 إلى اليوم تعلن أن سوء الإدارة والفساد والترهل الوظيفي ويعني مشكلات معقده جدا الى حد ما اسهمت فعلا مثل ما يعني شخص السيد رئيس الوزراء انه اوصلت الكهرباء الى هذا الى هذه الان وضع الكهرباء بالعالم كله. الكهرباء من السلع الرخيصه والتي يمكن معالجه مشكلاتها بسهوله كبيره، لكن لان هذا الملف مرتبط بسوء اداره، مرتبط بفساد، مرتبط مشكلات معقدة متراكمة لم توضع لها الحلول الناجحة، لم توضع لها برامج حقيقية، نعم، ولا رؤى حقيقية، وبالتالي يعني جعلت من موضوع الكهرباء موضوع متراكم.
يعني اليوم الآن أي مسؤول بالدولة العراقية، إن كان رئيس وزراء، إن كان وزير كهرباء، إن كان حتى الحلقات الأدنى، حينما تجد نفسها أمام هذه المشكلة المعقدة، مشكلة أنه كيف تعالج مشكلة الكهرباء بالعراق، أعتقد سيجد نفسه أمام صعوبة، لأن المتراكم منها كبير، وقد أيضا الفساد الذي ارتبط بمشكلة بملفات الكهرباء هي مشكلة كبيرة. حتى المشاريع التي تعقد أو الخطط والبرامج والاتفاقيات التي تعقد مع دول متعددة مع شركات متعددة للأسف توصل إلى منتصف الطريق، وبالتالي هناك مجموعة من التدخلات تعطل هذا المشروع. يعني مع جنرال إلكتريك، مع سيمنز، مع غيرها، أعتقد أن هذا الموضوع. فأعتقد أن الآن فرصة حقيقية أمام السيد رئيس الوزراء هو أن يضع العد خطوة الحقيقية والواقعية لمعالجة مشكلة الكهرباء. يعني حتى ملف الربط مع الربط الخليجي، رغم جدية المشروع ورغم واقعية المشروع ورغم يعني محاولة تغيير خارطة التعامل مع ملف الكهرباء، لكن أيضا سيجد هناك مشكلات كبيرة. فأعتقد أن هنا يتدخل الإجراء السياسي. يعني السياسة تتدخل حينما تتضخم الأزمة. يعني الآن بحاجة إلى إجراء سياسي حقيقي. طيب خلينا نتكلم حضرتك. ملف الكهرباء ملفا سياسيا حقيقيا، وبالتالي يمكن معالجته من خلال إجراءات رادعة وإجراءات قوية. نعم. طيب حضرتك ذكرت أنه نتكلم بواقعية. اليوم إحنا مثل ما تعرف يوم أمس وقبلها صارت أحداث ساحة التحرير. السيد الكاظمي السيد رئيس الوزراء أمهل القوات الأمنية 72 ساعة للوقوف على أسباب الأحداث التي حصلت في ساحة التحرير. مثل هكذا أحداث تطال، كيف ممكن معالجتها معالجة حقيقية؟ يعني هي يعني الشارع العراقي الآن شارع منتفض، يعني شارع له مطالب حقيقية وله مطالب مشروع. نعم. والشباب اللي طلعوا بالتظاهرات، يعني بقطع النظر عن وجود بعض الناس اللي لديهم نوايا أخرى، لكن بشكل عام أن المطالب اللي رفعها الجمهور المنتفض والجمهور التظاهري هي مطالب حقيقية، تطالب بخدمات، تطالب بفرص عمل، تطالب بمعالجة ملفات معقدة مثل ملفات الكهرباء، ملفات الفساد، قضايا يعني أعتقد أن من حق أي جمهور في دولة ديمقراطية أن يطالب. يعني هذه القضايا قضايا حقوق لها علاقة بالمواطنة، لها علاقة بأنا أنا مواطن من حقي أن أحظى بالحرية، بالكرامة، بكل شيء. فأعتقد أن الآن الدولة يعني قد تبدو المعالجات الأمنية لملف التظاهرات يعني تماما معالجة يعني في منتهى السهولة، وتقود إلى سلسلة من الأزمات. وأعتقد أن في بغداد وفي المحافظات هذه بقطع النظر عن تحميل التظاهرات تفسيرات وتوصيفات أخرى، لكن الآن فعلا أمام السيد رئيس الوزراء أيضا نقول أنه السيد رئيس الوزراء ينبغي أن يتعامل بواقعية وعقلانية ونخدية، روح نخدية يتعامل معها. نعم. يعني من خلال إيجاد معالجات، ولا أقول وعود، يعني وإنما إيجاد معالجات حقيقية للخطاب التظاهري. يعني أن المتظاهر يريدون كذا كذا كذا، ينبغي الاتفاق على صياغة اتفاق مشترك ما بين التنسيقيات اللي تقود التظاهرات وما بين الحكومة، من أجل وضع برنامج، وضع مدة زمنية، حتى بالتالي يمكن لنا معالجة القضية. يعني نعم. ترك الأمور على عواهنها، ترك الناس اللي أحيانا تقتل من 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 إن كان من القوات الأمنية أو من المتظاهرين. هذا اللغط دكتور علي، هذا اللغط، وفي ظل هذه الأجواء وهذه الأزمات، كيف تنظر إلى نقل الخبر بمصداقية، خصوصا الأحداث التي تجري الآن؟ طبعا الخبر ينقل من حيث المصلحة السياسية. يعني الآن الخطاب الإعلامي، نعم، بعض القنوات العربية، بعض القنوات العراقية للأسف تتعامل مع الخبر بحساسية طائفية، بحساسية سياسية، بأجندة معينة، وبالتالي البعض يضخم ويكبر. صح. ويحول التظاهرات الى عمليه الى عمليه تهديد العمليه السياسيه. فاعتقد ان يعني هذا القضيه، لذلك احنا الان يعني من نقول انه شبكه الاعلام العراقي باعتبار انه هي يعني المؤسسه الرسميه التي ينبغي ان تتعامل بمهنيه، اعتقد ان وجودها الان بالساحه نقلها للخبر بالدقيق، المعلومه الدقيقه من المصدر، اعتقد انه ممكن ان يشكل خطاب رد على التشكيكات، على هذه التهويلات، على هذه التضخيمات التي تطلقها هذه القنوات. المشكلة. نعم. ليست سهلة. يعني الآن الشارع العراقي كما قلت لك شارع مفتوح على سلسلة من الأزمات، ومن ضمنها مشكلة التظاهرات. فأعتقد أن الآن وجود خطاب مؤسساتي، الخطاب المعتدل دكتور علي. نعم نعم،
الخطاب المعتدل والمصدر الحقيقي. لا لا، هي القضية ليست قضية معتدل وغير معتدل، نعم. وإنما الخطاب الحقيقي، يعني الخطاب نعم. الواقعي، الخطاب الذي يعرف أن هذه مشكلة، والمشكلة تحتاج إلى حلول، المشكلة تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى تشخيص، تحتاج إلى نظرة متفحصة القضية. إحنا لا نريد يعني معتدل على حساب من، يعني كان لا بد إحنا على حساب الخطاب الحكومي ولا على خطاب الخطاب الحقيقي والواقع. نريد خطاب حقيقي واقعي، نعم. يعني يتعامل مع المشكلة، جوهر هذه المشكلة وين، ينبغي أن نبحث عن جذور هذه المشكلة وبالتالي نضع الحلول لها. الآن الدولة دولة ديمقراطية، وأعتقد أن الديمقراطية تتيح للمواطن أن يتظاهر، وتتيح أيضا ومطلوب من الحكومة أن تتعامل بإيجابية وموضوعية ومهنية مع مطالب الناس. دكتور علي الفواز، رئيس تحرير صحيفة الصباح، شكرا لك، كنت معنا في طبعة اليوم. مشاهدينا، نبدأ جولتنا في الصحافة العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية. نطلع فيها الاتحاد الأوروبي يقدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين. أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين أنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية عن شهر حزيران الماضي. ذكر بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، سيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء كوفيد-19 والتطورات السياسية الأخيرة. أكد البيان أن هذه المساهمة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين. مشاهدينا الكرام، ومن الدستور الأردني ومنها الكاظمي يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الاثنين إلى المصادقة على قانون الانتخابات والإسراع بإجرائها. وقال الكاظمي في تصريحات: ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة عمرها الفعلي شهران أن تدفع فاتورة الأخطاء التي ارتكبتها جماعات وحكومات سابقة، مشيرا إلى أن من يسعى إلى تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب. وأكد الكاظمي أن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة ورفع العراقيل من أمامها. وكانت قوى سياسية دعت الكاظمي إلى التسريع بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: لبنان يعيد فرض قيود بعد زيادة حادة في إصابات كورونا. أعاد لبنان أمس الاثنين فرض قيود صارمة لمدة أسبوعين بهدف احتواء انتشار مرض كوفيد-19 بعد زيادة حادة في أعداد الإصابات الجديدة خلال الأيام الماضية. شملت الإجراءات إغلاق دور العبادة والسينما والمنشآت الرياضية والأسواق العامة، كما سيسمح للمتاجر والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات التعليمية بأن تفتح أبوابها، لكن في يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع. سيفرض أيضا إغلاق كامل تقريبا من الخميس إلى الاثنين حتى العاشر من آب المقبل، وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع الحالي مع عطلة عيد الأضحى المباركة. مشاهدينا الكرام، أيضا من الصحف العربية صحيفة القبس الكويتية، ومنها الصحة العالمية تصرح إغلاق الحدود لمواجهة كورونا. الصحة العالمية: إغلاق الحدود لمواجهة كورونا غير مجدي، حيث انطلقت المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث يساعد أول 30 ألف متطوع في اختبار اللقاح الذي أنتجته الحكومة الأمريكية وشركة مودرنا، وهو واحد من بين عدة لقاحات مرشحة في المرحلة النهائية من سباق اللقاحات العالمي. إلى ذلك، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية
استراتيجية قابلة للتطبيق لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في حين أقرت بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي. وقال مدير الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي عبر الأنترنت: سيصبح من شبه المستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب. إلى الصحف العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت: نطالع بلجيكا تفرض قيود على التواصل الاجتماعي مع ارتفاع معدل الإصابة بكورونا. فرضت بلجيكا قيودا صارمة على التواصل الاجتماعي مجددا في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا وتضاعف عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين. ونقل عن رئيسة الوزراء صوفي ويلمز قولها في بروكسل إنه سيتم السماح لكل عائلة بالتواصل الترفيهي مع ما لا يزيد عن 5 أشخاص آخرين خلال الأسابيع الأربعة القادمة اعتبارا من يوم غد الأربعاء. يعد هذا خفضا من عدد 15 فردا الذي كانت السلطات قد سمحت به في الماضي وكان يتم تطبيقه بشكل فردي. مشاهدينا الكرام، إلى صحيفة الواشنطن بوست، ومنها: ترامب يصرح نعمل على 4 لقاحات لكورونا وجميعها حققت تقدما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تشهد أسرع عملية توصل للقاح ضد الفيروس. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين أن بلاده تعمل على 4 لقاحات ضد فيروس كورونا وجميعها حققت تقدما، قائلا أن عملية التصنيع للقاح تتم على مستوى أكبر في تكساس. ولفت الرئيس الأمريكي إلى انخفاض وفيات كورونا لمن هم أقل من 18 عاما بنسبة 85%، مشيرا إلى انخفاض عدد الوفيات بكوفيد-19 لأقل من 7% بأمريكا مقارنة بالأسبوع الماضي. من الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل، مشاهدين، فيها القبض على رجل مشتبه بطعنه شابا داخل حافلة ركاب غرب ألمانيا. ألقت الشرطة الألمانية في مدينة بون أمس الاثنين القبض على رجل مشتبه به في أنه طعن شابا على متن حافلة ركاب. أوضحت الشرطة أنه تم نقل المجني عليه وهو في حالة خطيرة إلى المستشفى. ذكرت أن الجاني تلقى علاجا في القسم الخارجي في المستشفى بسبب إصابة طفيفة في يده، ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة بعد. وتقوم حاليا لجنة تحقيق بالاستماع لأقوال ركاب الحافلة وشهود آخرين. شاهدنا الختام في صحيفة التلغراف، وفيها: تركيا تسجل 17 حالة وفاة و 919 إصابة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية و 17 حالة وفاة. ونقلا عن وكالة الأنباء التركية الأناضول، أشارت الصحة التركية إلى تسجيل 982 تعافي حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 إلى 210,469. ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد أمس الاثنين إلى أكثر من 650,000 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 16 مليون إصابة. مشاهدينا، إلى فقرة الاقتصاد، وتحديدا من صحيفة الزهرة، نقرأ: تجارة الحنطة المسوقة في البلاد قاربت 5 ملايين طن. نتابع المزيد. أعلنت وزارة التجارة إيقاف تسويق الحنطة المحلية لموسم 2020 في 5 مراكز تسويقية في الموصل، وهي مشيرفة، الوائلية، سنجار، تل عفار، بازوايا، بعد انتهاء استلام السيارات المتوقفة فيها، مع استمرار وتيرة عملية التسويق في مواقع أخرى وهي مخمور، فليفل، روفيا، ساحة الموصل.
قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن أجي طوفان إن وتيرة التسويق تتصاعد وللموسم الثالث على التوالي، ذلك تحديدا بعد تحرير المحافظة بالكامل من دنس عصابة داعش الإرهابية وعودة الغالبية العظمى من المزارعين لمزاولة زراعة أراضيهم، وبمواسم أمطار خير وبركة ساعدت على زيادة الغطي والإنتاج. من صحيفة عكاظ السعودية نقرأ: السعودية تتصدر موردي النفط للصين الشهر الماضي. ارتفعت واردات النفط الصينية من السعودية بنسبة 15% في حزيران عما كانت عليه قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير الصينية كميات قياسية من الوقود في مارس وأبريل حيث تهاوت أسعار النفط. وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88 مليون طن في حزيران. جاءت الواردات القياسية عقب هبوط أسعار النفط على خلفية خلافات داخل أوبك لا سيما من السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للخام في العام خلال شهري آذار ونيسان، في حين قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب مما أدى لتخمية عالمية. في الاقتصاد أيضا ومن صحيفة القبس نقرأ: الذهب يسجل سعرا قياسيا غير مسبوق منذ عام 2011. بلغ سعر الذهب مستويات قياسية في وقت سارع المستثمرون لشرائه باعتباره ملاذا آمنا وسط قلق بشأن توتر بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 مجددا حول العالم وعدم تسجيل تقدم في واشنطن بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد. وبعد أشهر من التحسن في أسواق الأسهم مدفوعا بدعم بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية، يعيد المستثمرون التفكير في التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد، بينما شكل ضعف الدولار محركا رئيسيا لارتفاع سعر الذهب، إلى أن الأمر مدفوع كذلك بجاذبية المعدن كملاذ في أوقات الاضطرابات، خصوصا في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يوما بعد يوم. مشاهدينا الكرام، إلى فقرة التكنولوجيا، وصحيفة الرياض السعودية كتبت: جوجل تراقب استخدام التطبيقات المنافسة على أندرويد. يمكن أن يمنح برنامج داخلي في جوجل يعرف باسم أندرويد اللوك بوكس موظفي شركة إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية تفاعل مستخدمي أندرويد مع التطبيقات والخدمات الشائعة غير التابعة لجوجل، إذ يعقد أن جوجل قد استخدمتها للتخطيط لإطلاق منافسة التيك توك. وتشير المعلومات إلى أن موظفيها يجب أن يطلبوا الإذن لرؤية هذه البيانات في بعض الحالات، وأن هذه الطلبات يتم رفضها في بعض الأحيان، وفي الوقت الذي تواجه فيه أعمال جوجل قدرا كبيرا من التدقيق في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ومن صحيفة الرأي نقرأ فيها: ايفون 12 تسريبات تكشف موعد الإطلاق ومفاجآت الحدث. الكشف عن موعد إطلاق شركة أبل لأحدث هواتفها ايفون 12 هذا العام في حدث سيكون استثنائيا هذه المرة. وقد تساءل كثيرون كيف تمكنت أبل من تجنب التأخير في الإعلان عن إصدارتها الجديدة هذا العام رغم تفشي الوباء العالمي الذي عطل الإنتاج في كثير من الصناعات، وسط ترقب لما إذا كانت الشركة ستتمكن من تزويد المستخدمين بالأجهزة الجديدة التي وعدت بها خلال الأسابيع القليلة التالية للإعلان عنها، هذا في ظل حالة الإغلاق التي تشهدها كثير من الدول. ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ: مهندسون يابانيون يطورون روبوتا عملاقا طوله 18 مترا.
صمم مهندسون في اليابان روبوتا عملاقا يتجاوز طوله 18 مترا يشبه الروبوتات التي تظهر في سلسلة الرسوم المتحركة كاندام. وعلى الرغم من تباطؤ صنع هذا الروبوت بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن التقدم مستمر. وكانت الشركة المصممة تخطط لتنظيم عرضا له هذا الشهر، لكنها ألغته بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما كانت تخطط لعرض الروبوت للجمهور في تشرين الأول من العام الجاري وفقا لموقعها الرسمي على الأنترنت، لكنها أجلت ذلك العرض. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى فقرة المنوعات ومن صحيفة الدستور. هل شرب الماء البارد ضار؟ الأطباء يجيبون. يقول الأطباء إن شرب الماء البارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بمرض الارتشاح، وهي حالة ناتجة عن تلف الأعصاب في أنبوب الطعام مما يعيق عملية الهضم في المعدة. كما إن شرب الماء البارد يمكن أن يفاقم أعراض الصداع لدى بعض الأشخاص الذين يعانون مما يعرف بالصداع النصفي النشط، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذا الداء. إلى صحيفة الشرق الأوسط نقرأ فيها نصيحة طبية لمن يرتدون الكمامة أثناء ممارسة الرياضة. قالت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة التمارين الرياضية ليس أمرا سهلا نظرا إلى تجمع العرق وصعوبة التنفس. وأكد خبيرة الأمراض المعدية ساندرا كيش أن التباعد الاجتماعي في النوادي الرياضية لا يساعد كثيرا على الوقاية، لأن التنفس يخلق مناخا ملائما جدا لانتشار الفيروس، فمن الأفضل صحيا ألا تقوم بممارسة الرياضة دون ارتداء الكمامة في النوادي الرياضية، وفي حال لم تكن قادرا على ارتدائها فمن الأفضل أن تمارس الرياضة في الخارج إذا كان ذلك ممكنا. من صحيفة القدس، احذر الإفراط في استخدام معقم اليدين يصيبك بالتهابات الجلد الحادة. تعتبر مطهرات الكحول فعالة في القضاء على انتشار المرض، ومع ذلك كانت هناك ادعاءات بأن الاستخدام المفرط أدى إلى مشاكل جلدية شديدة مثل التهاب الجلد اليدوي ومشاكل جلدية مثل الجفاف الشديد والحرق والإحمرار مع تشقق الجلد والنزيف. في حالة استخدام معقمات اليدين لفترة طويلة، فقد تبدأ ظهور أعراض التهاب الجلد اليدوي في بعض الأحيان، ومن الأفضل الإقلاع عن استخدام المطهرات حتى يكون ضروريا للغاية من بين العلاجات المنزلية القليلة. لذا سينصح باستخدام مرطبات جيدة مع مراهم الشفاء، ويفضل أيضا غسل اليدين بالصابون والماء على استخدام معقم اليدين، فاستخدام معقمات اليدين فقط عندما لا تكون هناك خيارات أخرى. إلى فقرتنا الثقافية مشاهدينا الكرام والفنون، كتبت صحيفة الصباح: القناع الرملي محاربة فيروس كورونا للفنان الهندي سودران باتنياك. تغدو علاقة القناع والكمامة صياغة جديدة لتمرد ضروري بل لا غنى عنه، إذ يرتبط هنا مع الآخر الذي صار لزاما عليه أن يتكمم، وهو أيضا في جدلية ثقافية جديدة تدعو إلى التأمل في هذا الجزء الجديد الذي أضيف إلى الزي البشري المألوف. هذه الكمامة التي افتنن بها الفنان الهندي سودران باتنياك وجعلها مرتبطة بثنائية الموت والحياة، تقول الكثير رسالتها بجعلها على الرمل أضاف إلى بعدها الرمزي مدى آخر، الرمل والهواء والتنفس. إنها فانتازيا أن تكون الاستعانة بالحاجز ممثلا بارتداء الكمامة لساعات هو حلنا الوحيد لكي نتنفس. إنها رسالة بدأت بتمثال رملي لكنها ستدخل إلى أروقة الفن من أبواب أكثر صلابة. إلى خبر آخر من أخبار الثقافة، كتبت صحيفة الصباح الجديد: صلاح فضل ضد موت المؤلف. نتابع المزيد. في ضد موت المؤلف يكتب صلاح فضل عن توفيق الحكيم ومنجزاته في الفن والفكرة.
ساردا بعد طرائف الحكيم والسبب الذي جعله يشتهر بالبخل، ذاكرا أن الموسيقى والطرب هي مدخل الحكيم إلى عالم الفن الساحر، وأنه هو من ابتدع أسطورة البرج العاجي، كما يكتب عن نجيب محفوظ واصفا إياه بالهرم المصري متحدثا عن خصائصه، ذاكرا منها المثابرة والإيمان بأهمية المشروع الروائي للثقافة العربية ولوعي القارئ ونضج حاسته النقدية في اختيار الشكل الفني الذي يكتب به. هنا يرى الكاتب كذلك أن الثقافة هي التي عليها أن تقود قاطرة الرأي العام لا الإعلام الحكومي الموجه. مشاهدينا الكرام، نبقى في أخبار الثقافة والفنون، حيث كتبت صحيفة الزمان فيلم الاستحمام الأخير يشارك بمهرجان كوفيد-19. تنطلق في 27 من تموز الحالي فعاليات مهرجان الكوفيد-19 لسينما الشباب الأول الذي تقيمه دائرة ثقافة فنون الشباب، ويتواصل لمدة 3 أيام، ومن بين الأفلام المشاركة فيه فيلم الاستحمام الأخير، حيث تحدث الناقد خالد الحسن قائلا: اعتمد المخرج على المؤثرات السمعية والبصرية المؤدية إلى إثارة الإحساس والصراع النفسي العاصف بالإنسان كل يوم، مكبلا خائفا من المجهول، والفيلم مؤثر عاطفيا ومشاهدة مترابطة مع حركات الكاميرا. إذن مشاهدينا إلى فقرة أخبار الرياضة، حيث نشرت صحيفة الحياة اللبنانية أفضل 5 لاعبين في ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسبانية. لم يكن موسما سهلا على ريال مدريد رغم تسويجه بلقب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة. يقول زين الدين زيدان دائما: جميع اللاعبين مهمين في ريال مدريد، فقد ساهم كل لاعب بشكل أو بآخر في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي، خصوصا أن هناك 21 لاعبا تمكنوا من هز شباك المرمى برقم قياسي. لكن رغم ذلك ظهر بعض اللاعبين بشكل مميز أكثر من غيرهم، كانت مساهماتهم واضحة للغاية، فقد تمكنوا من صناعة الفارق بالعديد من المباريات التي مكنت الفريق من حصد النقاط 3، وهم كل من توني كروس، تيبو كورتوا، كاسيميرو، وكريم بنزيما، وسيرجيو راموس. أما من الأخبار الرياضية الأخرى مشاهدينا الكرام، ونشرت صحيفة القبس: كلوب يستبعد تدريب المانشفت. وصل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ردوده المبهمة على سؤال عن احتمال توليه قيادة منتخب بلاده، حيث أعرب أنه لا يزال متعاقدا لمدة 4 سنوات أخرى، وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، كما أنه عازم على العودة إلى ألمانيا في مرحلة ما. ونشر صحيفة النهار: دوناروما يضع شرطا قاسيا لتجديد عقده مع ميلان. اقترب دوناروما حارس مرمى ميلان من تجديد عقده مع النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. سينتهي عقد الحارس الإيطالي الشاب البالغ 21 عاما مع فريقه ميلان صيف العام القادم، لذلك ترغب الإدارة في تجديد عقده خشية رحيله بشكل مجاني في العام المقبل، حيث سيجدد ميلان عقد دوناروما لمدة موسم حتى صيف عام 2022، ولكن بشرط قاس بعض الشيء بالنسبة للروسونيري. وفي حال فشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع دوناروما الذي سيبلغ فقط 50 مليون يورو. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى حسن المتابعة، شكرا لكم.